مرحبا بكم اليوم الناس كل في قناتكم مساحة. اليوم نشر الصحافي المنجي الشابي شقيقة الإعلامي على شابي تدوين على حسابه بالفيسبوك اتهم فيها شقيقه على وزوجته رملة بقرصنته، وأضاف أنه لا صحة لخبر مرض شقيقه بالسرطان متوعدا بكشف تفاصيل حول الموضوع ومصارحة رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي تعرض حسب تعبيره إلى التحيل في موضوع التوسط لدى السلطات الفرنسية لتصفير شقيقه إلى باريس. نقرأ لكم تو التدوين اللي قام تنزيل هالمنجي الشابي على أخوه عليه وكشف بعض المصادر. اكتب: لقد تمت قرصنة حسابي وغلقه لمدة يومين، وراء هذه الدناءة شقيقي وقارنته الذي يعمل لحسابهما وهو يترأس عصابة هوكرز تخترق الهواتف والحسابات ثم يقومان بابتزاز الضحية. لقد جمعت كل المعطيات التقنية بكل دقة عن عملية الاختراق بمساعدة مختصين من أهل الذكر، والقضية جارية وسيهزم الجميع ويولاني الأدبار. أما عن مرض السرطان والتلاعب بمشاعر الملايين في تونس والمغرب العربي والأخضر من ذلك التلاعب بهيبة الدرم وسيادتها، فتلك قصة ومهزلة أخرى سأرويها بتفاصيلها، وسوجه فيها رسالة إلى سيادة رئيس الدولة حفظه الله من مكر المكرين والذي قدوتي، وأفديه بروحي على أن يخدع من أي سفيه حتى ولو كان أقرب الناس إلي. هذا كان تصريح منجي الشابي في حقه وزوجته رملة، وربي قدر الخير. حكم كنوسنا إلى نهاية الموضوع.